يقول أحسن الله إليكم: إن أمه أسلمت وأباه لم يسلم، وأخبره أبوه بشيء وقال له إن ذلك الشيء أمانة، وقال له إن أسلم أسلمت أمه ولم يسلم أبوه، نعم أخبره أبوه بشيء وقال إن ذلك الشيء أمانة، فيقول إن أمه سألته: ما قال أبوك؟ فقلت لها: ذاك أمانة. فهل يطيع أمه المسلمة أم ماذا؟ نعم يطيع أباه لأمانة، حمله إياها فيطيعه لأمانة، والأمانة يجب حفظها مراعاتها، سواء كانت مالا أو سرا من الأسرار أو نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلا إذا كان فيها مخالفة شرعية فلا، أما إذا لم يكن فيها مخالفة شرعية يجب مراعاتها. نعم.